السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم عندنا واحد التجربه في شكال عاوتاني. اليوم عندنا تجربه ديال 100 درهم ايه. نشوف شحال تخرج لينا من معقولات الشوارع. خالد موجد واجد اخي ديالي. انا شوف اي حاجه فيها القص صح، انا اي حاجه فيها القص. المهم هاي النايف فيك حلب الدلشا، قال لي واحد الدره ما جاش ما قدك الزرق، وحنا بدرنا لك حله. المره الجايه نديرها بعيد. قالت لي بنت ماشي دري. اول حاجه غادي نبداو بها هذا النهار هذا هي الفطور. انا بعدا كاع ما باقي فطرت، مشيت نفطر. انا فطرت، انا كاع ما نخرج من الدار بلا فطور. نضرب بعدا الرايب والحرشه بالجبن. ها هي الرايب والحرشه بالجبن. هذيك خالد ضرب لي مع راسي. وخالد شكون ما كيسمعش ضرب لي الحرشه هذيك الحرشه. هذيك الشوك بدا الصوصي مشات لنا 10 درهم بقى 90 درهم. نشوف واش غنديروا بها ياك اخي خالد. واو نحله سخونه الصراحه الصوت. ولكن كيف ديما انا ساليت وخالد باقي ما سال. تاكل معنا صاحبي وكل ما ناكل شويه عليا. اوكي واجدين واجدين اللعيبه تاع خو صاحبي صافي كاين شي موس موس داك لا فاش شكرا قعد مع زيد حكيت شاورما شحال شرينا خالد 30 درهم 30 درهم قلنا قد 30 درهم فريد ديالها ولعيبات اوكي مالح بزاف مالح والله شي مالح كيصعبني الله هذيك طويله نعم ما يفاتنيش بزاف مالح بزاف ما تستحقش 30 درهم بالروس 25 نورمال ما خصها تكون زوينه صافي راه شويه خدينا من وسط المدينه خصها تكون زوينه ندوزو حاجه اخرى هادي اللي بقى لي من النص ديالي كملتي بقى لي ولا صافي وري لي وري شحال خلنا سبحان الله لا سبحان الله حق الله انا نضرب اخو نضرب كورة صحيحة اخويا محبوبة الجماعية ياكوز مويز مويز هذا شو ما تقولي لي مويز صاحبي لا مويز تاكوس ب 20 درهم ماشي شي تاكوس زوينه ولكن غادي ندوقها ونشوف واش تستاهل داك 20 درهم ولا لا تستاهل ها انا عجباتني بعدا حيت ما مالحاش انا الملوحه هي كتخصها لي الماكله الملوحه هي كتخصها للماضه انت في عصر هادي ولا شنو هادي مزيان مزيان تو دايزه دايزه جي ماشي شوف دار مو دايزه انا عجبتني والله والله عجبتني تاع عجبتني على سميتها عجبتني على الشاورما انا الشاورما ما كناكلوش بزاف قليل فاش كناكلها العز عليه تاكوس بزاف بصراحه هادشي واخا شبعانين اي والله تشوف والله كناكلو بزاف هذا بعدا كياكل بزز انا بعدا كناكل شويه هذا هو هذا والله الا بزز شحال خلاه برجر تشيكن برجر كون شافونا امريكان كون دعاونا شكي ليا شنو بلال عوج اصاحبي ديال ماكدو ما كيكون بحال هكا ولكن ديال الشوارع وكذا والعيبات ما عندكم هاد الشيء خالد بعدا راه شاف كويزين باش تعرفوا تجي تشي حاجه تدوز على الانستغرام تجي تشي كومون
شي سبوع شي عرس شي شي عيد ميلاد او صراحه والله شي حقار شوب والله حقار شوب كاين المذاق هو بالروج كاين المذاق ولكن حقار شوب بصراحه اسمح لي يا اخي برجر غلطت فيك والله شي كاين المذاق خاكي شويه يا والله شي كاين المذاق خا حقارشك اخي برجر ولكن راه صعيب الشكل والو راه دابا الشكل ديال البرجر هو اللي كيوكلك فهمتيني كيخليك تاكل وكيكون عوج ولا شي لعيبه هكا ماشي ما بلاش في الروج المهم انا كنقول لكم قد صابوا برجر مقاد يكونوا بارين في ديك الحيمات عشفت الصوره كي شفتو ضاير وكذا لعيبه خاص خارج حقيقه حاجه اخرى باش تكونوا عارفين الفريد ديالو زوين عاوتاه والله حتى كملتو الصاد عجبني واش عجبني اي سلام بيتزا لقد حان وقتك بيتزا حان وقت البيتزا ماشي نوريو البيتزا اوكي حالك حالك شتوها فرتشوا اللعيبات البيتزا تاعي كتبع الكرش كتقول راسك غني قلت دابا غيغني ليكم الصراحه ماشي من العشاق ديال البيتزا بالروج ولا واو شبعت اصاحبي غادي نكمل هذا هو ستريت فود اللي درنا بيتزا درنا تاكوس درنا شاورما درنا برجر درنا ديك الكفشه المهم 100% شوارع فهمتيني ماشي من ريستو ولا ماشي لعيبه كامل ديال الشوارع رخاص الثمن وري مش هالساعة وري دابا أربعة ونص شنو كدير يا هشام؟ خويا شبعت بزاف الله الله شفت لي كوبير ايفون كوبير ديال الايفون مسكينة وكنا عرفو غالي Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time, it's clear to see From up here, the world seems small We can sit together, it's so beautiful